فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الحرم المكي الصفوف طويلة وبعيدة، فكيف يتم تراص الصف؟ حسب الإمكان، مسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبار المزدحمة هذه لها وضع خاص، هذه لها وضع خاص، ويعفى عما يحصل من بعض الخلل في الصفوف أو نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.